خطرة واحد كل عام يحج في الليل خضراء في داره. أمه قالت لها ولدي كانت ثلاثة تاع الليل يا ولدي، قالت لها راني عطشانة جيب لي الماء. ولدي قال لها من عمل الشوابين هذو بعد تفكر قالت تسمى الحاج اللي كنت حجه أيهما أشق، أي أيهما أشق، الحج في ذلك الزمان ولا ينوض ولا ينوض يجيب الماء لأمه، شكون اللي أشق؟ الحج تسمى هذا الحج وحده وحده قاعد يبكي، قال أنا ما كنتش نحج لله، انا ما كنتش نحج لله، انا لو كنت نحج لله المشقه تاع الحج واش تسوى امام مشقه تما انا ما كنتش نحج لله. واحد قال لما قالها ما قالها على باخي صلاه في المدينه 1000 صلاه، صلاه في المسجد النبوي ب1000 صلاه فيما سواه، وقالها ما وغادي نصلي في المدينه. قالت لها ولدي غير هنايا وقعد معايا ولدي وانا ما كاش اللي يقوم بيا. ولدي قالها قالها ما قالها البارح امام تاع شوا لا ولا 1000 صلاه قال له ما كانش. قالها ما قالها يا ولدي، قالت له انا معايا عند ربي ان شاء الله مليون صلاه غير يقعد يصلي معايا. لا لا ما قالها ما تعرفيش قال غادي نروح ولا غادي نخليك 15 يوم ولا شهر ولا نعاود نولي. يا ولدي قالت لها ما تخلينيش وحدي وانا امك وانا كذا اروح ما داش عليها حسب بصح زعما هذيك فضل، هذيك فضل صح فضل طاعة الوالدين. ما قالتلكش ما تصليش، ما قالتلكش ما تروحش للجامع، قالت لك اقعد في الجامع. صح بين الفاضل والمفضول طاعة الوالدين أولى من الصلاة في المسجد النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم استقال 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 الحديث ذو شجون، قال لأن أمشي مع مع أخي في حاجته حتى أثبتها له، تمشى معاه نعاونه في قضيه راه فيها اون بان راه مغبون راه كذا، نروح معاه نريقليها له نسرحها له. قال خير من اعتكاف شهر في مسجدي هذا، خير من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. ايا قال لها ما لا نروح ايا صحه ايا ويا في ديك ساعه الغايه. الوالدين لا ترد لا ترد لا ترد دعوتهما. ايوا وصل المسجد النبوي حط الركاب تاعه، الله اليوم 1000 صلاه على ما تحدث سرقه. واحدين واحد في السوق دخل هكا عند البيجوتريه وكذا كما حنايا داير طابله هكا تاع جداج خطفوا وجا غادي داوها موراه داوها موراه عنده الدخله تاع المسجد منا ايوا والخرجه من هي ثاني ايوا دخل منا وخرج من هي وما شافوه. هو خرج من هي بصح اللباس والهيئه تاع النفس هذاك اللي قالت لهم مهما نفس الهيئه. كي دخلوا شافوه يصلي قال له لعبتها تصلي ياك لعبتها تصلي. دخلوا على اثره اي قال السلام عليكم صاحبي الدوه نعم قال لهم صليت غير زوج واحد حسب زعما قال لهم صليت غير زوج قال ياك قال هذوك ندوك عند اللي يخلي لك غير وحده غادي يخلي لك غير وحده. قال لهم والله لا صليت غير زوج. داوا قاضي عطاوه القرائن قال له دخل هكا الشكل لابس من هنا قال له انكر وما على بالاش وين دارهم. قطعوا له يده. دعوه الوالدين دعوه الوالدين قطعت يده قطعت يده. علاش؟ سبحان الله خلى امه خلى امه مش غايضه خلى امه